السلام عليكم، اهلا وسهلا والف مرحبا بكم. ان شاء الله كلكم طيبين صحه وعافيه. في الفيديو اليوم طريقه من الطرق اللي انا بعمل بيها الطماطم الاسود يا الباذنجان في البيت، وطريقه اللي بتبل بيها اللحمه، لانه في الفيديو اللي فات في جزء من الاخوات سالوني لاني كان ما شرحتها انه كيف طبختها، فحابين يعرفوا الوصفه. والليله بجي بشرح لكم الوصفه كيف انا طبقت اللحمه ولا البصل دي، فا خطوة خطوة، وأتمنى إنه تستمتعوا بالفيديو. لو استمتعتوا وما مشاركين ألف ألف مرحب بكم، وشاركوا القناة وفعلوا الجرس عشان ما يصلكم كل جديد. وإذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تشيروها مع صحباتكم وأخواتكم عشان الكل يستفيد. فأول شي جبت الباذنجان وغسلتها وقطعتها شرايح على أربعة زي ما شايفين هنا. ما ضروري تكون كمية معينة ولا تتقطع بصورة معينة، ممكن تعملوها على حسب الرغبة اللي انتو حابينها. طيب عشان ما نعمل التتبيلة حق الباذنجان ولا نعملها في البصل، بنحتاج لبصل وشوية بهارات وخضروات، وممكن تتخلط في الخلاط يا ممكن تعملوا نفس الطريقة اللي أنا عملتها هنا، وبعديها بس تتخلط مع بعضها وبنستخدمها. طيب عشان نعمل لحم البابيكيو، فأنا بحب استخدم لحم الدان، وبحب استخدم لام شوبس يعني يا شرايح حق اللحم الدان أفضل من لحم البقر، لأنه بنعمله في الطوة وما بنضيف لها موية ولا أي شيء، بس بالزيت والبهارات زي ما شايفين، وبتستوي بصورة جميلة جدا وسريعة وطعمها جميل. ممكن تتعمل بالفرن، أنا جربتها لكن ما لذيذة زي ما تتعمل بالطوة، لانه بالفرن بتكون موجوده في الفرن وفيها المويه وبتخلص يعني، بس طعمها ما بتكون زي ما بتتعمل بالساجي الطوى، فافضل انه تسويه بالطوى. لكن لو مستعجله ممكن تعمله بالفرن برضو جميله، لكن الافضل بالطوى الطريقه اللي انا بعملها.